السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة والأخوات. وعليكم السلام الأخ فارس، الأخ أمين، بلال. المهم الإخوة والأخوات، حبيت على جال باش ندير فقط مداخلة وندير توضيحات فيما يتعلق بالقضية نتاع منعي من دخول الجزائر. وإذا كنت تحبوا فيما بعد إن شاء الله بعد هذه المداخلة تحبوا نديروا دردشة مع بعض، نتناقشوا مع بعض، نستفادوا من الافكار تاع بعضنا البعض. انا مانيش من النوع هذاك اللي يحب هو يملي المواقف نتاعو او يملي الاراء تاعو دون هو ان يشرك الناس في النقاشات. واذا الناس اللي راهم يتابعوا في النشاطات المختلفه اللي نقوم بها منذ سنوات، وانا دائما نحب دائما نشارك معي الناس في النقاشات. الاخوه فيما يتعلق بالتعليقات حاليا مانيش نقرا في التعليقات، حبيت باش ندير لكم توضيحات فيما يتعلق بالمنع نتاعي من دخول تاع الجزائر. انا ما كنتش منذ وقت طويل في الخطابات نتاعي وفي النقاشات نتاعي نستعمل هذا المصطلح، لكن الان ومن هنا فصاعدا استعمل هذا المصطلح، لانه الان فيه قضيه نتاع منع. كيف؟ بعض الناس اللي ما يعرفونيش، لا سيما من المبتدئين في الانترنت، ولا سيما من الناس هذو اللي دخلوا للفيسبوك، مر على مره منهم اللي هو يستعمل في عباره من انت، شكون انت، وكاين الناس اللي يقولوها باستخفاف ويقولوها تهكما، وكاين من الناس اللي هو يستعملها استفزاز في اعتقاده هو انه يقلقني لما يقول لي من انت. وكاين ناس بطبيعه الحال ناس مرضى عقليا يحبوهما يستعملوا مثل هذه الالفاظ في اعتقادهم هو انه يطيح لك المعنويات نتاعك او كذا. انا لست من هواه القنوات الفضائيه، لست من هواه المتاجره بالماساه الجزائريه. ولو كنت اريد القنوات الفضائية كنت أظهر قبل ما يظهروا كثيرين. كنت معارض في الجزائر منذ البداية نتاع التعددية رغم سني، وأهل برج الغدير راهم يعرفوني في التسعينات. ما ننتظرش أنا 2019 على جلب باش يجي أنا واحد مازال ما يعرفش السر يحزم السروال تاعو ويجي كيما يقولوا الإخوة في العاصمة يجي قاعد بيك. وكنت عضو مؤسس مع الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، وكنت ضد بوتفليقة سنة 1999. كنت رئيس لجنة على مستوى الولاية سنة 1999، كنت ضد بوتفليقة في 99، مشي في 2019 لما عاد بالكروسة ولما عاد غايب. كنت ضده لما كان يجري، لما كان يرقص، لما كان الطيارة ما تحبسش. ماشي من النوع هذوك اللي دخلوا الآن، ونتكلم في هذا الكلام عمدا، ماشي من النوع اللي الآن دخلوا في 2019 يدخل لك في مسيرة وصار بطل وصار مانيش عارف. احنا تحدثنا لما كان الكلام ممنوع، لما كان اللي يتكلم يقطعوا له لسانه. تحدثنا والمواضيع اللي طرقناها ما كان حتى واحد كانت عنده الشجاعة باش يتحدث فيها. محرمات، لما كانت الناس تصفق البوتفليقة على المصالحة كنا نتحدثوا، كنا نقولوا هذا راه تكلاخ. كان الناس منهم اللي هو قال هذو نتوع الفتنة
دوك الان كلكم صرتوا تطبلوا، صرتوا رجال وصرتوا كذا. نتحدث اليوم علاش منعت من دخول الجزائر. كما قلت لكم انا كنت ضد بوتفليقه في سنه 1999، وكنت ساند في تلك المرحله احمد طالب الابراهيمي، وما كنتش انا شخصيا متحمس للقضيه نتاع الحزب، حركة نتاع الوفاء والعدل، ما كنتش متحمس لها منذ البدايه. ولكن شفت الانتهازيين كثر، خاصه الناس اللي هما مثل ما راهم الان، وهذه مش حاجه جديده في الجزائر، ناس انتهازيين. انت تخدم، انت تتعب، انت تسهر، انت تدفع الثمن وناس تطلع على ظهرك. بالتالي انا في سنه 1999 كنت قمت بجمع التوقيعات لفائده احمد طالب الابراهيمي، ومن بعد هو عرض عليا على جال باش نكون عضو مؤسس في الحركه نتاع الوفاء والعدل، واتصل بيا شخصيا. وكنت في تلك المرحله عائد من الحج سنه 1999، وبعدين هو اتصل بيا وقت هو طرح عليا الفكره هذه. قلت له انا قبل ما نوافق على هذه الفكره بودي، او مازال حي، بودي هو ان تستشير بعض الشخصيات السياسيه، من بينها عبد الحميد مهري ربي يرحمه، عبد القادر حشاني ربي يرحمه، ايت احمد ربي يرحمه، او مازال احمد طالب مازال شاهد، واذا كان الرجال نتاع المخابرات، اذا كانوا رجال وانا عارف ومتاكد ومتيقن من انه راهم يسجلوا في الكلام والمكالمات كلها مسجله، يجبدوا الكلام. في تلك المرحله قلت له هذا الكلام، وكنت عارف انا باللي الكلام تاعنا راه مسجل في القاعات هذوك اللي مره على مره نجتمع عليها الى غير ذلك، والمكالمات عندي يقين باللي كانوا يسجلوا في الكلام تاعنا. من بعد المهم بعد اخذ ورد قبلت انا على جال باش ندخل للحركه من اجل منع الانتهازيين اللي هما كانوا يحاولوا يتاجروا بالمأساة ويحاولوا يتاجروا بالتضحيات نتاع الناس. كانوا من بين الناس اللي في تلك المرحله ما قدروش حتى يجمعوا التوقيعات، وكانوا ناس كثيرين اللي هما دعموا احمد طالب الابراهيمي ولكن جبدوا رواحهم، ما دخلوش في القضيه ديك نتاع الحركه، دعموه فقط. لكن فيه ناس فيما بعد استغلوا تلك التضحيات وحبوهم على جال باش يطلعوا، منهم اللي كان يخمم في البرلمان ومنهم اللي كان يخمم في امور واحده اخرى. على اي حال، هذه مقدمه على جال باش تعرفوا علاش انا منعت من دخول الجزائر. في تلك المرحله بعد ما درنا التاسيس تاع الحركه، تعرفوا واش قالوا الناس اللي راهم عاشوا تلك المرحله، راهم يشفوا واش كانوا يقولوا علينا، واش كانوا يقولوا على الحركه نتاع الوفاء. فيما بعد راكم شفتم محمد السعيد اللي كان الامين العام، صار وزير وصار مرشح الى غير ذلك، وكاينه بعض الامور ليس المجال للحديث عنها، ربما راه يجي وقت واحد اخر نتحدث عليها، خاطر كاينه امور تحتاج وقت، خاطر كاين كثير من الناس اللي ما يفهموش بعض الامور لما تحدث عليها لازم لهم وقت، لازم 10 سنين 15 سنه باش تتوضح بعض الامور. المهم في تلك المرحله بعد ما بدينا في التاسيس هذاك نتاع الحركه نتاع الوفاء والعدل، كنت انا من الناشطين على مستوى الوطني، وكان المكتب نتاع الولايه نتاع البرج من المكاتب الناشطه على المستوى الوطني، والاجهزه نتاع الامن راهم على بالهم. فيما بعد انا وقعت لي مضايقات في الولايه، جاو شمعوا المقر في الولايه نتاع برج بعرابيش بالسلاح بالتهديدات، جاو ليا في البدايه دخلوا لثما قالوا لي هبط الريدو بالقوه، وكانوا جاو في زوج سيارات نتاع الشرطه بالقوه. والمهم كلام هكذا شويه نتاع طايح. وفيما بعد المهم كاين ضابط من الضباط تاع الشرطه ما نعرفوش انا، ولكن يبدو انه ابن عائله،
قال لي شوف سي خبابة، قال لي انا راني ننصحك فيك النصيحة لوجه الله، ما تضلش تخشن في راسك، غلق المقر وروح شوف حاجة واحدة اخرى. ومن بعد جاني قائد فرقة نتاع الدرك الوطني في المدينة نتاع برج الغدير، كانوا يقولوا له في تلك المرحلة مختار، مانيش عارف ليه يقولوا مختار او مختاري هكذا، واسمو اعتقد من مدينة نتاع تلاغمة من جهة قسنطينة اعتقد، والله اعلم مانيش عارف الخبر هذا صحيح، لانه هذا الخبر انا سمعته انا في فرنسا. اعتقد قالوا لي باللي توفى في حادث مرور، الله اعلم لك كان توفى ولا راهو مازال حي، ما على باليش بالتفاصيل. المهم جا لي هذا الاخ من في المدينه نتاع برج الغدير، ومعاه اخ ربما راه مازال حي، هو من المدينه نتاع اقبو، من المدينه نتاع بجايه. جا لي قال لي شوف، قال لي راهو بعثوا لي تيليجرام على جال باش نتبعك، وقال لي انا مانيش محتاج على جال باش نتبعك، قال لي راني لا هزيتك المره هذه راك ما زدتش عود تبان، راه ملهزوك ما زدتش عود تبان نهائيا. قال لي انا ننصحك نصيحه لوجه الله، راني نعرفك ونعرف العائله نتاعك، شوفك شما طريق. بون من بعد انا خلاص تاكدت باللي هذا الناس احمد طالب الابراهيمي، الرجل المسالم احمد طالب الابراهيمي اللي هو كان مع النظام، احمد طالب الابراهيمي اللي كان وزير، احمد طالب الابراهيمي المسالم ممنوع من النشاط السياسي في الجزائر. قالوا بكري قال كان الفيس، قال هذا علي بن الحاج مانيش عارف كذا، وهذا تاع الفيس راهم اقصائيين، هذا راهو منهم، هذا راهو احمد طالب الابراهيمي منهم، من ابناء النظام، ممنوع من النشاط السياسي، وبتهم وتلفيقات وكذب وتبلعيط، يعني الواحد الدرجه ما تقدرش تصورها. خلاص قلت انا سيفينيا السياسه هذه الواحد لازم يغسل فمه منها، خلاص هاد الناس ما بقاش معاهم هضره. وكانوا في وقت سابق قبل الحركه نتاع الوفاء والعدل، قبل الوفاء الحركه نتاع الوفاء والعدل في التسعينات سنه 94 كانوا وقفوني من الخدمه واستدعيت للشرطه وحبوا يلفقوا لي بعض التهم. ومن بين هاد الناس اللي كانوا يحبوا يلفقوا لي التهم في المكتب نتاع برج الغدير نتاع ابناء الشهداء اللي ذوك راهم الان راهم ضد بوتفليقه وراهم في المسيرات، لفقوا لي التهمه نتاع الارهاب في تلك المرحله في 94. كاين بعض الناس اللي راهم دوك جاو ويشركوا في الغاب نتاعهم، وكان في تلك المرحله كانوا يحوسوا على واحد يقولوا له جمال زياني، بالك لعود راهو الان راهو يسمع فيا، راهو اعتقد الان راهو في المانيا. وجاو وكانت امه مجاهده وباباه مجاهد ونعرفهم، ونعرف هذا جمال انا نعرفه، كان سبق لي معاه التعامل هكذا في التسعينات، راهو يعرف جمال غير بالاشاره برك راهو يفهم. المهم هذا جمال زياني هما جاو يحوسوا عليه، وفي تلك المرحله هرب راح لالمانيا، وهو خوه عنده خوه كان اعتقد واسمه كان ضابط في الشرطه، هرب ما حبش هو يتورط في الدماء، راح هرب. جاو هما يحوسوا هكذا وجاو الجيش ومننا، وصارت واحد العمليه هكذا منا، قاعدين يتحدثوا في واحد الكلام هكذا. المهم قلت لهم انا تديو الشعر في المرحله هذه، كانوا هما جاو يحوسوا قالك بلي هم حكموه وهم داو، قلت لهم انا تديو الشعر في المرحله هذه. الكلمه هذيك اللي قلتها لقيتها عند الشرطه، عيطوا لي الشرطه وداروا لي استجواب، وواحد منهم قال لي بالعباره هذه قبل ما تنشا الحركه نتاع الوفاء والعدل وقبل الانتخابات 99 في المرحله هذيك، ضابط يقول له سليم من الولايه نتاع البرج قال لي بالحرف الواحد تطلع للجبل ولا نقتلوك، خير طريق زوج طرق، يا اما تطلع للجبل ولا نقتلوك. شوفوا ذاك المنطق اللي يتحدثوا به. المهم فقط هذه كبدايه باش تعرفوا هذا الناس، هذه العصابات المجرمه اللي قتلناهم بالوعي،
بعد ما بدينا نفضحوا فيهم ونتطرقوا للمواضيع عن طريق اليوتيوب ونفضحوا فيهم موضوع بعد موضوع. على كل حال انا لما شفت في الفطره هذيك خاطر كاين بعض من الناس كاين بعض الامور اللي انا زدت تحصلت عليها معلومات لما خرجت للخارج، لقيت عن طريق الصدفه بواحد وحكى لي قصه اللي انا ما حكيتهاش في الاول، ظهرت لي هنا فقط هنا في فرنسا. هذه القصه وش هو المفاد نتاعها؟ الناس نتاع برج الغدير داروا ليستا حوالي نتاع 40 واحد والله، وكنت انا واحد من بين الناس اللي موجودين في القائمه، وكانوا رايحين يعدموهم ويقتلوهم ويحطوهم في الغيران نتاع الكبانيه، الناس تاع الغدير اللي راهم يعرفوا المكان بلاه، وراحوا تفاهموا مع الجيش، كانوا في تلك المرحله جابوا الجيش وشافوا مع الدرك. وقيل لي من انه كاين واحد من المجاهدين يقولوا له بوسام يقولوا له بالحيمر، احنا يقولوا له ثم يقولوا له بالحيمر، بوسام محمد شريف معروف ثم في المنطقه. قيل لي من انه هو اللي قال للدرك، وكان ضابط نتاع الجيش برتبه نتاع كابيتان، كان هو في الكازارنه اللي كان داروها في تلك المرحله في التسعينات في برج الغدير. ومن الغرائب نتاع الصدف انه الكابيتان هذا كان مع خويا كان مع خويا هذا الكابيتان. المهم هو سمع باللي هكذا راهم دايرين فيها ليستا فيها مجموعه كبيره، وانا واحد منهم، واش نديرو؟ معارضين للنظام، لا قتلنا ولا سرقنا ولا اعتدينا على المحرمات تاع الناس ولا على الاملاك، رانا ضد النظام، يلا اقتلوهم. مجموعة تاع 40 واحد والله هكذا. المهم راهم يعرفوا لا ليست هما. حكى لي واحد كان معاهم، حتى باش ما تكونش يعني الامور معاهم ثم في المجموعة. اي سيدي الضابط هذاك سمع هكذا باللي راهم واش كاين هذا واش كاين. المهم في مرة من المرات قال واحد قال له نقول لك، قال له باللي والله لو كان درنا على الكلام نتاعهم، قال لهم لو كان نص الغدير هذا كامل ذبحناه. هاد الجماعه بكره منهم اللي راهو دوك الان راهو في المسيرات راهو ضد بوتفليقه، يعني ما استغربوهاش، وراهو هز الاعلام وراهو يجري وراهو يلعن في النظام وراهو كذا. هذه كلها مقدمه باش تعرفوا علاش انا خرجت. انا ما خرجتش الاخوه حبا في فرنسا، هو ما خرجش حبا في الدراهم نتاع الدوفيز، هو ما خرجش على جال باش نشري سياره ولا باش نتزوج واحده من الشقراوات، هو خرجت لانه ما حبيتش انا نلوث يدي بالدماء نتاع الجزائريين، ما حبيتش نلوث يدي بالدماء نتاع الجزائريين فقط. هذو ناس مجرمين، لكن انا كنت نشوف. اول سؤال اللي طرحته على نفسي قلت انا يا هل ترى انا راني مستعد على جال باش انا لو كان نتواجه انا وخويا، خويا عسكري ضابط، يا هل ترى انا مستعد باش انا نتواجه انا وخويا ونقتلو؟ اول سؤال طرحته على نفسي. خويا انا ما نقدرش نقتلو، خويا انا متاكد منه راهو دمي ولحمي باللي راهو مسلم، كيفاش نروح انا نقتل ولاد الناس؟ خرجت وانا نبكي، خرجت وانا نبكي، خرجت خليت بابا خليته على الفراش. وخرجت لانه خلاص لحقنا لواحد المستوى، خلاص اما انك انت تروح تهز السلاح وتقتل ويقتلوك، واما هو انك تشوف طريق واحد اخرى. انا شفت طريق واحد اخرى قبل ما نخرج، رحت لعند احمد طالب، وكنت فرنسا هذه ما كنتش حاطه نهائيا في الراس تاعي، كنت معول نروح لانجلترا ولا كنت معول نروح لسويسرا، وجربت والاخوه اللي راهم معايا في برج الغدير راهم يعرفوني. رحت مرتين لتونس، مرتين لتونس
على جال باش ندير الفيزا. كانوا في تلك المرحلة كانت لومباساد في الجزائر ما كانوش يديروا الفيزا، كانوا يديروها في تونس. رحت مرتين قبل ما يظهر أحمد طالب إبراهيمي وقبل ما تظهر الانتخابات الرئاسية في 99. هذه درتها في التسعينات أعتقد 95 96 هكذاك، مرتين دفوة وأنا نروح لتونس على جال باش ندير الفيزا باش نروح للإنجليز. من بعد جيت لفرنسا لعدة عوامل، منها اللغة، ومنها هو أنه فيه جالية كبيرة من الجزائريين، ومنها هو أنك أنت في فرنسا يماهم يمات يماهم، فرنسا هي اللي أنت تحكمهم من الأذن، تحكمهم من الصبع اللي يوجعهم. خرجت جيت لفرنسا وقعدت عامين باش خذيت الوثائق نتاعي، عامين وانا نتمرمد، سبع اشهر وانا في 115 في فرنسا ندور. بعض الناس اللي يجيك انت لهنا سروال ما يعرفش يحزمو ويجي يقول لك انت شكون من انت، سبع اشهر وانا في 115. هذا الحراق اللي راكم تتكلموا الان، انا فت عليا قبل ما تجيو نتوما الان في 2019 ويجي واحد منكم تلاقاني في الطريق يقول لي انت شكون. نهار تقعد 18 سنه ويموت والديك وما تحضرهمش في ذاك النهار، روح شرك لغبك، روح هضر معايا باسكو ما تعرفهاش. نهار يموت والديك تعرف شكون هو انا. 18 سنه واش كنت ندعي انا؟ هاي يرحم والديكم ايها الجزائريون والجزائريات، وريولي واش كنت انا نقول لكم. لما انطلقت هذه الشراره نتاع ما يسمى بالربيع العربي، سميته انا منذ البدايه الشهيلي العربي، وكنت نقول لكم حذاري من حرق الجزائر، الى درجه من الموضوعيه صاروا بعض الناس يتهموني من انه انا راني تابع للنظام من كثره الموضوعيه. وما ربحناها هلا من عند الناس هذو اللي راهم في النظام، ولا عند الناس هذو اللي راهم يسميو في رواحهم معارضه. اثنين، لانه انا جيت برأي واحد اخر، هما حابين يفرضوا علينا ثنائيه، امشي انت مع ذاك ولا امشي مع انت ذاك. يا خويا عندي طريق واحد اخر نمشي فيه، عندي رأي واحد اخر، وراني نتكلم في كلام موضوعي وكلام منطقي. خرجت منذ تلك المرحلة وأنا أدعو للمصالحة الحقيقية في الجزائر. تسجيلات راها منشورة، مواقف نتاعي راها منشورة، وما زالني في نفس القناعة. لحقت الواحد المرحلة وين اقتنعت باللي خلاص ما بقات هذه ذو كنت على معارضة ولا موالاة، وراني شرحتها قبل ما تخرج هذه المسيرة نتاع 22 فبراير، شرحتها في مقال راهو منشور يوم 1 نوفمبر. قلت لكم باللي راني اعلنت الطلاق مع اللجوء السياسي في 1 نوفمبر، وشرحت الاسباب راها موجوده، قادرين تطالعوا المقال راهو منشور، شرحت فيه مجموعه من النقاط. لما نشوف انا هذا سفيان جيلالي صار لك معارض، ونشوف انا بن بيتور لك صار لك معارض، ونشوف انا بن فليس صار معارض، وناس اللي كانوا هما يمنعوا فينا من النشاط السياسي صاروا معارضين، وش بقات لك انت من معارضة؟ وش من معارضة قعدت لك؟ خلاص يا وراه ودركا هم الجماعة انتو على فلان هام في الشارع، وش من معارضة قعدت لك انت؟ خلاص صيف طبق. اقتنعت انا باللي خلاص، وحتى نفسيا انضريت كثير. انسان اللي راه ما درش اللجوء السياسي راه ما يعرفش الكلام هذا، وما نتمناه حتى الواحد، والله ما نتمناه حتى الواحد، حتى من الناس هذو اللي ظلمونا، هاد الناس اللي حقرونا، هاد الناس اللي اعتدوا على الحقوق نتاعنا، والله ما نتمناه الواحد منهم. اهي رغم الشيء اللي داروه، لانه مانيش نحوس انا على الانتقام ولا على تصفيه الحسابات، نحوس على المصلحه نتاع البلاد. اعلنت في اول نوفمبر بامكانكم تدخلوا للموقع نتاعي نور الدين خبابه،
وتلقاو المقال راه منشور بمناسبة نتاع أول نوفمبر. المهم فيما بعد أنا عندي ولادي راهم كبروا، عادوا رجال، عندي زوج ولاد ذراري راهم رجالة، فهمت؟ أنا ما رانيش قاعد، راني جيت جون صحيح، جيت صغير، راه عندي 18 سنة، عندي بنت خويا أنا لما جيت لهنا خليتها تتقمط، خليتها غير كيف خرجت، راها الآن تقرا في الجامعة في الطب. تخيل أنت تروح بنت خوك ما تعرفهاش، تخيلها برك في راسك برك، تخيل هذاك الإنسان أنت اللي خليته في عمره 18 سنة راه في عمره 36 سنة الآن. كم من إنسان اللي تزوج وراه بولاده، كم من إنسان اللي مات، كم من إنسان اللي راه شيخ، كم من إنسان اللي خلي ما بدون ما نضل دخل في التفاصيل، اقتنعت باللي خلاص ما بقى حتى معنى الهضرة. قنوات فضائية، النهار، زير نيوز، الكابيسي، الصحف، كذا كذا، الناس خارجة كل يوم يخرج لك واحد معارض كل يوم، والناس هكذاك، خلاص ما بقى حتى معنى الكلام، خلاص قلت ناسي فيني نحي هذا نتاع اللجوء السياسي. وصلت بي درت طلب نتاع الوسمو باش نحي اللجوء السياسي ونحيته بالمناسبة نتاع أول نوفمبر، ورحت للقنصلية في المدينة نتاع تولوز، رحت كأيها الناس كنت قادر أنا نروح للقنصل ونطلب موعد معاه، وقال لاعتبارات كذا وكذا أنا راني درت اللجوء السياسي، واليوم راني أنا عاودت على جل نحيت اللجوء السياسي وحاب نروح للبلاد، ماتوا والديا ما نزيدش نخلي أنا خوتي يروحوا، على الأقل حتى الواحد يشم الريحة تاع البلاد. هاي يا سيدي، أنا البلاد ساكنة في قلبي، ما يقدروش ينحيوها لي، ساكنة في قلبي، ساكنة في دمي، ساكنة في لحمي، ما يقدرش واحد ينحيها لي. رحت مثلي مثل أيها الناس، دخلت مباشرة، لما دخلت لثما كانوا هذوك اللي يخدموا ثم نتاع الأمن، هذوك شفتهم هكذا بداو يوشوشوا لبعضهم، عرفت باللي عرفوني وخليتهم عادي يعني نورمال. المهم رحت أنا فقط هكذا على جل باش ندير طلب نتاع جواز سفر، فلما دخلت قالك لازم لك كارت كونسولير. دخلت المكتب أنا هذاك، كانت واحد البنت هكذا قالت لي بلي راهو خاصك العقد زياده نتاع الوالد نتاعك. قلت لها اوكي ما فيش مشكله، نجيبو ان شاء الله العقد زياده نتاع الوالد وراني نعاود نرجع. كي جيت خارج هذاك اللي يخدم ثم في الامن كان ثم في الباب هذاك في لاكوي، قال لي اعطيني عقد زياده نتاعك. قلت له علاه؟ قال لي راهو جا ولدك قبلك وراهو خصو عقد زياده. قلت له انا علاش ما قلتلوش ليه هو تقول لي انا؟ قال لي المهم سي با غراف ماشي مشكله. قلت له اوكي داكور، عطيت له انا عقد زياده ثم ومن بعد ثم سير بلاص. كي خرجت من الباب عيطت لبني قلت له راهم قالوا لي باللي خصك عقد زياده وراهم خذوا مني عقد زياده. قال لي لا ما خصني لا عقد زياده لا والو. من بعد انا فهمت باللي كي عرفوني حبوا باش يتاكدوا خذوا عقد زياد هذاك يتاكدوا اسكو انا يعني فعلا يعني بوثيقه رسميه. والله لا وتا اوكي ما فيش مشكله سي با غرا. عاودت رجعت المره الاخرى بالوثائق، امال فين هما لما هذه هما الهضره نتاعهم هما قالوا لي باللي مول فين هما كي يجي واحد هو يطلب لا كارت كونسيلير يعطيوها له في نهارو ومن بعد يدير طلب تاع جواز السفر. قالوا لي بصح انت المره هذه اسبوع لازمك تستنى لها اسبوع، راه جات تعليمات جديده. ما فيش مشكله اسبوع وراه مشكل 18 سنه وانا نستنى اسبوع، ما نقدرش ننتظر وانا عادي نورمال خلاص. ايوا كيفات الاسبوع الاول عيطت لهم
قال لك زيد صبرنا 2 سمانات راها تعليمات جديده، سمانه ولا 2 سمانات. المهم عده مرات عده محاولات، وبطبيعه الحال انا لما نتحدث نتحدث بالادله، مانيش عندي كل شيء بالادله، ونهار اللي يجي الوقت نتاعها رانا نبينوها. عده مرات وانا في تواصل معهم، مره ما قبل الاخيره رحت لثما، رحت لثما يا سيدي قال لك شوف رئيس المصلحه عليها ومن بعد المره هذه الاخيره، وهذه راها ديجا عندها وقت، راه عندها اكثر من شهر. رحت المهم جا هذا رئيس المصلحه، يبدو هكذا انه انسان عاقل انسان ظريف، يعني ما عندي حتى مشكله لا مع الكونسول ولا مع الموظفين، المشكله نتاعي مع عصابه راه تحكم في البلاد، باش يكون الكلام نتاعي واضح. أيا سيدي دخلت ليه، السلام عليكم انا فلان راني جيت على جال باش ندي لاكارت كونسولير تاعي. قال لي راني هدرت مع وليدك وراني قلت له بلي مازال ما كان والو. قلت له خويا ما كان والو، علاش خويا ما كان والو، علاش فهمنا علاش، قالك ما على باليش. فما على بالكش هذا، حنا دوك رانا في الدوله ولا رانا في مرشي، يا مرشي يا تاك تروح تشري من عند واحد حاجه هي يقول لك كذا. يا راك في الدوله سي محمد، راه كاين اجال، تراك حطيت ملف قالها واش يطلبوك في الملف، ها واش يطلبوك في ملف، هاي الاجال تاعك. اذا عندي الحق على جال باش ندي قول لي، اذا ما عنديش الحق اعطيني على جال باش نروح انا نريكلامي ولا نشوف جال. قال لي بصراحة، قال لي حنا رانا درنا طلب لوزارة الخارجية وراهم مازالوا ما جاوبوناش، زيد صبر شوية، وهذه راه أمور إدارية ما عندها حتى علاقة بحاجة واحدة أخرى. قلت له أنا هذه ماهيش قضية نتاع إدارة، فهمت؟ كان جات قضية نتاع إدارة، علاش هذا الموظف المرة اللي فاتت أنا كي دخلت يطلبني على جال باش يقول لي أعطيني عقد زيادة نتاعك، ومن بعد انا لما تكلمت مع الولد قال لي بلي ما كانش منها، ما ناقصني لا عقد زياده ولا محزنه، ها هي قدامك، ها هو الشخص هو هنا، ماهيش قضيه نتاع اداره. والمفترض هو انه تفرحوا لما واحد راهو قال كان برا في الخارج وراهو راجع للبلاد، وباش تكون الناس في الصوره، ما عندي حتى علاقه بالحراك هذا، الملف هذا درته قبل ما يظهر هذا الحراك، راني قلت لكم بعد نوفمبر، بعد البرمي نوفمبر مباشرة، بعد ما درت لا ديكلاراسيون هذيك بمناسبة تاع أول نوفمبر، وقلت باللي راني أعلنت الطلاق مع نتاع اللجوء السياسي مباشرة، بديت في التحضيرات، وما كنتش معول نروح الآن، قلت أنا فقط نوجد الباسبور، نوجد الوثائق نتاعي، وكنت معول قلت أنا نروح بالمناسبة نتاع 5 جوي. يعني تصادف يوم الاستقلال ويروح الواحد ونتمنى الخير للبلاد، مانيش معول نروح دوك الان نهائيا باش تكون الامور في الصوره. المهم اخذوا رد واخذوا رد، انا تنرفيت وقلت له الكلام ثم في البيرو، ثم تنشكون هذا السيد هذا اللي هو انا يمنعني من الجواز تاع السفر، شكون هذا الشخص هذا، هذا اللي مش حتى جزائري منعني انا من دخول تاع البلاد، شكون هذا الشخص هذا اللي يمنعني انا من دخول البلاد؟ عصابات تنهب في الاموال تاع الشعب، تدمر في المجتمع، طالعه هابطه. احنا ندعيو للخير، ندعيو للتصالح، ندعيو للاخوه، ندعيو للمحبه بين الجزائريين، ندعيو للالفه، ندعيو للوحدة الوطنية، ممنوع من الدخول تاع البلاد، والناس اللي تدمر في المجتمع، يلا، ما شاء الله أخويا، كنت في فرنسا، رشيد نكاز اللي هو يخدم مع فرنسا، طالع هابط، نورمال، وأنا فقط راني جيت لفرنسا.
احمد انا واسمو انا راني احمد طلب ابراهيم، اعطي له جواز سفر دبلوماسي، نعرف ضباط كانوا لاجئين، كاين معهم حتى اللي بتصور وراهم في البلاد، عطاو لهم مناصب لانه راهم ايدوا السيستم وراحوا عطاو لهم مناصب وراهم لاباس عليهم. عبد الحميد الابراهيمي كان وزير اول مع السيستم وكان برا ودخلتو يا اخي، عطيتو له جواز سفر، وانا واحد من الناس اللي كنت ندافع عليه باش اعطيه له جواز سفر تاعو، هو دخل البلاد ومش قلتو ودي راكم ديروا في مصالحه ولا هذه المصالحه نتاعكم؟ مواطن جزائري ممنوع من دخول الجزائر، علاه؟ واش درت؟ قتلت، سرقت، اغتصبت، اعتديت على الحرمات وعلى الاملاك تاع الناس؟ اعطيو دليل للشعب، اعطيو دليل للشعب باللي انا راني درت حاجه، تفضلوا. اعطيو دليل للشعب، قنعوا الشعب باللي انا راني درت حاجه للبلاد. يلا اسيدي رانا ننتظروا فيكم. رحت اليوم دخلت بعد مده قال لي باللي رانا نتصلوا بيك ومنا وراها امور اداريه وكذا، ما تقلق روحك ما والو منا منا. قلت له خويا ماذا بيا؟ والله ماذا بيا سيدي. رحت دخلت اليوم، كان عندي بني صغير مولود لهنا في فرنسا، رحت على جال باش نجدد له جواز سفر، قلت انا باش نوجد الامور منا لحتى للصيف هكذا والواحد يروح للبلاد. ها يا سيدي دخلت لتما، رئيس المصلحة أيوة قال لي راهو جانا رفض. علاه؟ قال لك ما على باليش، مرفوض، ممنوع باش تدخل لبلادك، ما على بالوش. ما هو السبب؟ هذا شعب راه برا، عوض هو أنه تتعظوا ما كانش، ما على بالهمش. والله العظيم يا الإخوة، غير مازال الجهاز تاع المخابرات إلى تاريخ اليوم راه مازال هو اللي سير في الأمور، نفس الممارسات. ومن الغرائب أنني صادفت أخت راني نعرفها وتعرفني، من الغرائب كنت يعني التقيتها عن طريق الصدفة يعني في واحد المكان وين كنت نسكن أنا لما جيت للمدينة نتاع تولوز في البداية نتاعي، كانت هي تشتغل ثم، لقيتها تشتغل في القنصلية نتاع تولوز. بالك العود راكي تشوفي فيا أخي، يا أخي تشوفي ليا. وتأكدت يعني باللي خلاص باللي الجهاز نتاع المخابرات راه مازالو يشتغل ولا تخفى عليه خافية، استغفر الله يا ربي. فهمتوا علاش منعوني؟ علاش منعوني؟ لأنه كنت أنا نتحدث في أمور كانت من المحرمات، كان حتى واحد يتكلم فيها، وكنت نتكلم بالصوت وبالصورة، وتحدثنا في مواضيع كثيرة من بينها القضية نتاع المطار، قضية نتاع السركاجي، قضية نتاع البرواقية، قضية نتاع قمار، قضايا كانت في طي المحرمات. والوعي هذا ما جاش غير هكذا اخبار، كاين بعض من الناس جا دوكا في 2019 ويحب يدير روحك باللي هو راهو زعيم وانت ما كان والو، انت والو، انت واحد ما يعرفك. الوعي هذا ما جاش غير هكذا اخبار، اذا كان فيه حراك الان هو نتيجة تاع تراكمات تاع عمل تاع سنوات، ما جاش غير هكذاك برك. لذلك الإخوة والأخوات، المنع نتاعي هو لأسباب سياسية، ما قتلت ولا سرقت ولا اعتديت على ملك نتاع أحد ولا عرض نتاع أحد، وأتحدى أي جزائري يثبت حاجة عليا، أتحداكم، ما عندهم حتى حاجة عليا. بالعكس، التقيت مكالمة قبل هذا الحراك، قبل هذا الحراك
وقال ودي راه مبعثو راه كاين حديث وراه كذا وراه يحقو وراه كذا وراه كذا وماذا بينا لو كان يعني تبدل شويه في الهضره نتاعك وماذا بينا لو كان يعني تغل في شويه الهضره نتاعك هكذا وماذا بينا بالشمو وبالك راه فيها خير. انا عندي مبادئ نمشي عليها وعندي كلام واحد ما عنديش زوج، مانيش من انتهازيين، مانيش من ركاب الامواج، مانيش من النوع نتاع ما يطلبه المستمعون. عندي مبادئ ثابته، منعتوني باش ندخل البلاد، البلاد ساكنه في قلبي، روحوا نحيوها، روحوا قلعوها، البلاد ساكنه في دمي وفي لحمي، روحوا قلعوها. الجزائر تعيش في المخ نتاعي، تعيش في العقل نتاعي، تعيش في الوجدان نتاعي، تعيش في الكتابه نتاعي، تعيش في الكلام نتاعي، تعيش في الروح نتاعي. الجزائر نوغ بها نرقد بها، لكن انتم راك عايشين في الجزائر والقلوب نتاعكم راها تسبح في امريكا، راها تسبح في فرنسا، راها تسبح في اماكن اخرى، في اسبانيا، في ايطاليا، وراها تسبح في اماكن واحده اخرى. فرق بين واحد راه يحوس يروح للجزائر وواحد يحوس يهرب منها، فرق كبير. والفهم يفهم، فرق بين واحد راهو يحوس يروح للجزائر ويلتقيه ابناء الشعب بالاحضان، وبين واحد بالركله برا ديقاش. اعتقد هو انه الكلام تاعي راه واضح. اخوة الاخوات، اكتفي بهذه الكلمة. اذا كنت تحبوا نديروا نقاش ودردشة بعد قليل ان شاء الله، نفتح لكم المجال ونتناقشوا مع بعضنا ان شاء الله. السلام عليكم.